صباح الخير عفلسطين عأجمل شي بدنيتنا عضحك زينا العينين صباح السر محبتنا صباح الخير عفلسطين على اللي مجمعين لحباب عتغريدة أمل وحنين تذكرنا بهالأصحاب في فلسطين هذا الصباح الله يسعد صباحكم بكل الخير وبكل الأمل بكل الحرية وبكل السعادة بنهار جديد بنبدأ معكم ببرنامج فلسطين هذا الصباح اليوم الاثنين 13 من آب أغسطس. صباح الخير يا فرح. سعد صباحك علاء. صباح مليء بالسعادة والفرح لكل مين رح يرافقنا. الحمد لله تمام. أنت كيف نهارك؟ الحمد لله نبلش مع الأجواء الحلوة هيك باردة شوي لطيف. إن شاء الله إحنا مستمرين معكم كالمعتاد حتى العاشرة بفقراتنا المنوعة زواينا الثابتة أيضا حاضرة ضمن جولتنا الصباحية لهاليوم علاء. أكيد ومحطتنا منوعة. أكيد بالبداية بنحب نطمن ونبارك لحجاجنا اللي وصلوا بالسلامة لمكة المكرمة والديار الحجازية وإن شاء الله ربنا يتقبل طاعة منهم ويرجعونا بالسلامة إن شاء الله بالتأكيد. وبالحديث عن حجاجنا بالتأكيد رح يكون لنا وقفة خاصة نتحدث في هذا الموضوع، فبالتالي خلينا نتوقف لنشوف شو بتحمل جولتنا لهاليوم. ببداية العناوين راح نكون مع نافذة مباشرة نفتحها على مكة للإطمئنان على أوضاع الحجاج. من استوديوهاتنا في قطاع غزة رح نتوقف إحنا وياكم مع العرض الذي يحمل عنوان قصف رمادي ملون على ركام مركز المسحال الثقافي. وعلى أعتاب العام الدراسي نفتح النقاش حول مواصفات الحقيبة المدرسية وكل ما يتصل بها. تصحبنا نادين الجواريش بزاويتها الخاصة وجولة حول العالم. وبآخر فقراتنا لليوم حنكون مع نافذة صباحية مع الزميل أمير الشاهين وستكون لنا إطلالة تاريخية على برج الفارة. جميل، أنا بانتظار هاي النافذة حتى نشوف عن كثب برج الفارة وتفاصيله، ولكن إحنا كالمعتاد نبدأ جولتنا بأحوال الطقس خلال ساعات النهار. صحيح. وأبرز ما جاء في صحفنا المحلية الثلاث. أكيد بعد الفاصل حكون معكم بأبرز ما جاء بأحد أحوال الطقس لمحافظاتنا الفلسطينية وأبرز العواصم العالمية بعد هالفاصل.
يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا. بحالة الطقس لليوم يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، وترى انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة اللي تصبح حول معدل السنوي العام. أما الرياح فتكون جنوبية غربية لشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. هذه الليلة أيضا تكون الأجواء غائمة جزئيا إلى صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية لشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. حنكون معكم مع أبرز درجات الحرارة المتوقعة لليوم في العاصمة المحتلة القدس 29 درجة مئوية، في مدينة رام الله 27 درجة مئوية، محافظة نابلس 31، طوبة 33، وجنين أيضا 33، طول كرم 30 درجة مئوية، قلقيلية 30 درجة مئوية، تنخفض في سلفيت إلى 29 درجة، إلى أريحة 39 درجة مئوية، وفي بيت لحم 29 درجة، الخليل تسجل لليوم 28 درجة مئوية. إلى المحافظات الجنوبية نبدأها من غزة والتي تسجل اليوم 29 درجة مئوية، دير البلح 30 درجة مئوية، خان يونس 29 درجة مئوية، رفح 30 درجة مئوية. كانت هذه أبرز درجات الحرارة المتوقعة لليوم أكيد، وإلى أبرز ما درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية. طبعا كانت هذه أبرز درجات الحرارة التي تسجل اليوم الاثنين. بنتمنى لكم نهار لطيف بهالأجواء اللطيفة، وبننتقل لأبرز ما جاء في الأخبار والصحف المحلية مع الزميلة فرح الشوة. وفرح معكم. شكرا جزيلا لك علاء، تحية صباحية من جديد لكل من انضم لنا فيها النافذة من فلسطين هذا الصباح. نتوقف فيها لنطلع وإياكم على آخر الأخبار وما صدر من الصحف المحلية الثلاث. بطبيعة الحال نتحدث عن الحياة الجديدة، الأيام والقدس، نستهلها بصحيفة الحياة الجديدة، ونبدأ مع العنوان الرئيس على أولاها، حيث استقبل السيد الرئيس مساء أمس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وفد وزارة التربية والتعليم الكويتي المكلف بالتعاون عقد مع المعلمين الفلسطينيين. ثمن أيضا السيد الرئيس مواقف الكويت أميرا حكومة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا على أن دولة الكويت لم تقصر تجاه الشعب الفلسطيني، ودعا الدول الأخرى أن تحذو حذو الكويت بتعاقدها مع المعلمين. من جانبهم وفد الوزارة أكدوا على كفاءة المعلم الفلسطيني. أيضا في ذات السياق، السيد الرئيس أصدر تعليماته للشؤون المدنية تكثيف الجهد لضمان زيارته إلى قطاع غزة. نتابع وياكم من الحياة الجديدة أيضا ومن أبرز ما سلطت الضوء عليه بتعليمات من السيد الرئيس، وزير الصحة دكتور جواد عواد يوعز بإرسال الأدوية اللازمة لعلاج السرطان إلى غزة في هذا اليوم كما جرت العادة. نقرأ أيضا من الحياة الجديدة وتحديدا من العاصمة دعوات للاعتصام في الخان الأحمر. جاءت هذه الدعوة على لسان منسق حملة أنقذوا الخان الأحمر عبد الله أبو رحمة، حيث دعا المواطنين لتكثيف وجودهم منذ مساء اليوم وحتى يوم غد في قرية الخان الأحمر شرقي العاصمة المحتلة، تزامنا مع قرار محكمة الاحتلال العليا الخاص بتحديد مصير الخان الأحمر. في ذات السياق وفي أيضا، عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، الاحتلال اعتقل 9 مواطنين من الضفة بينهم فتاة و5 صيادين في قطاع
غزة. نتابع وإياكم أيضا من الحياة الجديدة ونقرأ من وزارة الاتصالات وتحديدا من وكيل الوزارة سليمان زهيري، حيث قال إن سنرفع شكوى ضد إسرائيل في الاتحاد الدولي بعد قرارها تقوية بث شبكاتها الخليوية في الضفة الغربية، حيث يمثل هذا خرقا فاضحا لنص اتفاقية أوسلو بين الجانبين، خاصة المادة 36 التي تمنع الشركات الإسرائيلية من تقديم خدماتها للتجمعات الفلسطينية إلا بعد حصولها على رخصة من السلطة الوطنية. نتابع وإياكم من جولتنا في الصحافة المحلية وننتقل إلى عنوان آخر من صحيفة الحياة الجديدة، والمجلس الوطني يؤكد دعمه للأردن في مواجهة الإرهاب. هذا جاء في تصريح صحفي من رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، والذي عبر فيه عن تضامنه ووقوفه مع الشعب الأردني الشقيق وقيادته على رأسها جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه كل هذه الإجراءات الإرهابية والعمليات الإرهابية التي تحدث في الأردن، تحديدا في السلط وفي الفحيص. نتابع جولتنا في الصحافة المحلية وننتقل إلى صحيفة الأيام، ومن أبرز العناوين عليها: من جباليا إصابة شابين بجروح جراء إطلاق نار إسرائيلي عليهم في المنطقة الحدودية شرقي بلدة جباليا عصر أمس، الجريح نقلوا إلى مستشفى الإندونيسي لتلقي العلاج، وإصابتهم كانت في الأطراف السفلية ووصفت بالمتوسطة. نتابع أيضا من صحيفة الأيام: المفتي العام للديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين يؤكد جواز التضحية بالأنعام المسمنة. نتابع أيضا من صحيفة الأيام وعلى الصعيد الأردني وآخر الأخبار: سقوط الخلية الإرهابية في السلط بين قتيل ومعتقل. السلطات الأردنية أعلنت عن مقتل 4 من رجالها و3 من الإرهابيين خلال مداهمة أمنية للمبنى الذي كانت تتحصن فيه هذه الخلية الإرهابية. الملك عبد الله أكد أنه سيضرب الخوارج بلا رحمة. نتابع أيضا من صحيفة الأيام وتصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قال إن تدهور الليرة التركية مؤامرة سياسية ضد تركيا وجاءت من تحريضات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنه سيتعامل معها بشكل واضح وصريح. إلى صحيفة القدس ونقرأ منها: إسرائيل تحول 35 مليون شيكل لدعم المستوطنين، هذا ما صدقت عليها اللجنة المالية في الكنيسة يوم أمس، وخصصت هذه الميزانية للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من الموقعين الاستيطانيين عموناه ونتيف هابوت. أيضا من صحيفة القدس ومما سلطت الضوء عليه: مكرمة رئاسية لسكان المناطق المستهدفة بالأغوار تحديدا سكان طوباس، وقد سلمت هذه المكرمة مسؤولة ملف المساعدات في ديوان الرئاسة اللواء رائدة الفارس يوم أمس. نتوقف أيضا مع زاوية أخرى وآخر أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الذي أصدر بياناته وأرقامه في يوم الشباب العالمي، أرقام كانت صادمة، نتحدث فيها عن بطالة الخريجين في فلسطين التي تجاوزت 55%. أيضا نتابع والخبر الأخير الذي نتوقف معه من صحيفة القدس وخاص بموقع الفيسبوك، الذي فرض شروطا جديدة لمديري الصفحات بسبب ناشري الأخبار الكاذبة، بحيث سيتعرض مديري الصفحات إلى عمليات أمنية معقدة إلكترونيا، وهي عبارة عن أسئلة سيضطر أن يجيب عليها مدير الصفحة منعا لانتشار هذه المواقع الكاذبة والصفحات الكذبة. بهذا الخبر أختتم وإياكم جولتنا في الصحافة المحلية، وبدنا نرجع لعند علاء لحتى نكمل جولتنا الصباحية. من جديد إليك علاء. شكرا فرح، يسعد صباحك وصباح مشاهدين المتواصل معنا. برنامجنا لسه في بدايته، راح نكون مع فاصل ونبدأ أولى فقراتنا مع أبرز ما جاء في الصحف الإسرائيلية والزميل فايز عباس، خليكم معنا.
صباح الخير من جديد واهلا فيكم معنا عبر شاشه تلفزيون فلسطين وبرنامج فلسطين هذا الصباح. مثل ما ذكرت علاء احنا رح نضل في اطار الصحف أكيد. ولكن الاسرائيليه اكيد. والزميل فايز عباس بنصبح عليه اليوم. صباحك مشرق. يسعد صباحك. يسعد صباحك. صباح الخير للمشاهدين. اليوم الحديث في اسرائيل يدور حول هل سيتم تبكير الانتخابات للكنيسة الاسرائيلي، خاصه بعد أن أجبرت المحكمة العليا حتى نهاية هذا العام الحكومة بإقرار قانون تجنيد طلاب المعاهد الدينية، والأحزاب الدينية طبعا تعارض أي تغيير. نبدأ اليوم في صحيفة هارتس. هارتس اليوم: نتنياهو إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على قانون التجنيد سأحدد موعدا للانتخابات المبكرة، وطالب شركاء في الائتلاف اتخاذ قرار خلال فترة قصيرة، يعني لا تتجاوز الأسبوعين. نائب وزير الصحة ليتسمان من الأحزاب الدينية يقول: لسنا غير معنيين في الانتخابات، لكننا لن نتنازل عن موقع الطلاب المعاهد الدينية، أي يعني أنه سيرفض القانون المقترح. كما قلت، المحكمة هي من أجبرت نتنياهو الحكومة على اتخاذ مثل هذا القرار، وأن نتنياهو يقول إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سيتم الإعلان عن الانتخابات في شهر يناير القادم. التحقيق مع شيري أرينسون من أغنى الشخصيات في إسرائيل، هي امرأة وتملك بنك أبو عليم وشركة إسكان، بتهمة دفع الرشاوى بملايين الدولارات في أفريقيا للحصول على مناقصات بناء في هذه الدول، في بعض الدول الأفريقية، وأرباحها كانت مليارات الدولارات. سلطة البتل نتنياهو إذا لم يتم تخصيص مبلغ 12 مليون يورو لإنتاج مسابقة الأغنية الأوروبية فأنه سيتم إلغائها في إسرائيل. إطلاق الرصاص على امرأة وقتلها في النقب. الامرأة نورة أبو سولب 38 عاماً، أم لسبعة أطفال، زوجها في السجن لأنه كان يضربها. تقرير: طائرة بدون طيار، هذا مهم جداً، يعني طائرة بدون طيار قتلت أربعة أطفال في الحرب على غزة عام 2014. كلنا بنذكر أن كانوا يلعبوا كرة قدم على الشط الأطفال الأربعة. تبين أن كان هناك فشل استخباراتي، ضرب أول صاروخ في المنطقة، وطلب الجندي الذي قام بضرب الصاروخ معلومات استخباراتية حول الأولاد، لكنه لم يحصل عليها كما يعني يدعي، ولكن قام بإطلاق صاروخ آخر وقتل الأطفال الأربعة، وهم إسماعيل بكر وماهر وزكريا بكر إخوي ومحمد بكر. وطبعا يعني هؤلاء الأطفال يعني كانوا يلعبوا كرة القدم. نتذكر الشرطة العسكرية الإسرائيلية التي حققت في الموضوع ونشر بعض مقتطفات من هذا التقرير، تبين أن الجنود اعتقدوا أنهم نشطاء من حماس. يا سلام، أطفال 10 سنين و11 سنة كيف ممكن يكونوا من حماس؟ يعني هذا الحكي فيهش منطق. حماس: التهديدات الإسرائيلية لا تخيف حتى أولادنا. جاء هذا الرد على ما نشر بالأمس في صحيفة هارتس أن إسرائيل خططت لاغتيالات شخصيات من حماس خلال الفترة الأخيرة. لكن هناك يعني تناقض في هذا الكلام، يعني إسرائيل سمحت للعروري بدخول غزة، يعني وهو المطلوب رقم واحد لإسرائيل. يعني في إشي غلط يعني في الموضوع. طبعا يعني في قضية المظاهرة للفلسطينيين في الداخل ضد قانون القومية ما زالت تتفاعل، ونتنياهو يقول: نتنياهو المتظاهرون في تل أبيب ضد قانون القومية يريدون تحويل إسرائيل إلى دولة إسرائيلية فلسطينية.
نتنياهو هاجم قادة الجمهور العربي بسبب رفع الأعلام الفلسطينية والوزيرة ميري ريجيف. ما فيش حاجة أذكركم إن هي يعني. تقول يعني في يرفعون العلم الفلسطيني في ساحة رابين، وقتل رابين بالمناسبة يعني، واللي قتلوا اليمين وتحريض نتنياهو شخصيا. وهذا والتعاون العربي واليسار الإسرائيلي هو سخافة. لجنة المتابعة العليا، المظاهرة ضد القانون هي الطلقة الأولى في سلسلة من النضالات ضد هذا القانون. رئيس لجنة المتابعة محمد بركي، نتنياهو استغل هذه المظاهرة للتحريض. والكاريكاتير اليوم يعني تلو جدا يعني بسبب الأوضاع الاقتصادية في تركيا وانهيار الليرة التركية. هنا ترامب جالس على ظهر أردوغان، أردوغان بيبكي وبصيح أنا بدرس إمكانية البحث عن صديق جديد. يعني ننتقل إلى معريف، عنوانها الرئيسي: الجهاز الصحي سينهار كليا عام 2030. يعني مش فاهم يعني، والسبب ارتفاع عدد كبار السن وعدم وجود أطباء أخصائيين وأسرة في المستشفيات. اجتماع آخر للكابينيت انتهى بالأمس دون اتخاذ قرار أو نتائج. التسوية بالانتظار. للمرة الثالثة خلال أسبوع لم يتم في إسرائيل، لا يتوقعون التوصل إلى تسوية شاملة، ويكتفون الآن بالهدوء مقابل تسهيلات على غزة. نتنياهو: هدفنا الآن إعادة الهدوء إلى سكان الجنوب وغلاف غزة. طبعا يعني هذا سكان منطقة غلاف غزة يقولون نريد مسارا سياسيا يقدم الأمل للجميع. وأضافت إحدى الناشطات وتدعى بارون من قادة الاحتجاج ضد سياسة الحكومة أن هذه السياسة تسبب التعاسة لسكان المنطقة، وسنغير هذه الحكومة في صناديق الاقتراع. رابين في عاصفة القانون القومية في أعقاب المظاهرة في تل أبيب ورفع أعلام فلسطين. بالمناسبة أن بكتبوا مش رفع أعلام فلسطين، رفع أعلام منظمة التحرير، وهذا أكبر خطأ. يعني هن ما بدهم يعني يحكوا وكأنهم بيعترفوا فلسطين من خلال العلم. طبعا ميرا راجف قالت أن رابين يتخبط في قبره بسبب رفع العلم الفلسطيني في ساحته يعني. وحزب العمل يقول رابين يتخبط في قبره لو علم أنك أنت وزيرة في الحكومة، ردا على ريجيف. نتنياهو في المظاهرة: يريدون إلغاء قانون العودة لليهود والنشيد الوطني، وأن إسرائيل دولة الشعب وليس وأن إسرائيل ليست دولة الشعب اليهودي، وتحويلها إلى إسرائيل فلسطين، وهناك من يقول دولة كل مواطنيها. يعني هو يرفض أن تكون إسرائيل دولة كل مواطنيها. يعني أنا كفلسطيني يعني نتنياهو لا يعتبرني مواطن في إسرائيل. بالمناسبة يعني نتنياهو الظاهر أنه نسي شو تعلم وأبوك مؤرخ إيش صار في ألمانيا النازية، كيف تعاملوا مع اليهود. عضو الكنيسة أورن حزن يقول: يا طبعا فيش حاجة أذكركم مين، وكان قواد نساء ويستعمل مخدرات، ولكن هالمرة له إشي جملة مهمة جدا يعني، أنه يقول أن رائحة الكنيسة نتنة. وفي السويد، خبر في السويد أن هناك شخص اسمه سعيد هدروس الذي يقف على رأس حركة 194، هذا قرار الأمم المتحدة من هذا الرقم يعني منذ عام 1948، والذي دعا إلى عودة اللاجئين. سينافس في الانتخابات ضمن قائمة اليسار، وتخوف إسرائيلي من أن يكون ناشطا كثيرا في السويد
سيؤثر على إسرائيل. والكاريكاتير في صحيفة معريفة اليوم هنا يعني بلدية تل أبيب هي ساحة رابين، وهناك العلم الفلسطيني يعني ألوان العلم الفلسطيني، ولكن انظروا كيف حمامة السلام يعني ممغوط جناحها يعني بسبب رفع العلم، يعني انه انتهت عملية السلام. شوفوا لحد وين السخافة الإسرائيلية وسخافة هاي العقول اللي معفنة في إسرائيل. العلم الفلسطيني رفع في مكتب أولمر، رفع في مكتب شارون، رفع في كل مرة كانت تجري لقاءات فلسطينية إسرائيلية، ورفع في الكنيسة أيضا، وفي منزل نتنياهو رفع أيضا. فاليوم نتنياهو يعني صابوا صرع من هذا العلم. ونحن برنيا يكتب عن هذا الموضوع في صحيفة ديوات أحرنوت، وطبعا سأتي على ذلك. وطبعا ديوات أحرنوت عنوانها الرئيسي الانتخابات، وعن شيري أريسون التي يحقق معها التي خضعت للتحقيق إلى خمسة وميزة يعني رأس مالها أكثر من 5 مليار دولار. في الطريق للانتخابات خلال أسبوعين سيقرر إذا ما سيتم تبكير الانتخابات، والحجة قانون التجنيد. نتنياهو إذا لم نجد الحل سنحدد موعدا للانتخابات القادمة. في ساحة رابين، المكان الذي قتل فيه رابين، بس حاب أذكركم وأذكر ميري ريجب ومين اللي قتل رابين، يعني اللي قتله مش اليسار، اليمين وتحريض نتنياهو. لما شارك في مظاهرة نتنياهو ولبسوا رابين بدلة ضابط نازي، لو طبعا هي حكت انه لو انه رابين موجود اسئله كانه بتخبط في قبره يعني بسبب العلم يعني. ولكن رد عليها واحد، وهذا اثار عاصفه سياسيه. والوزيره شاكيت تقول ان رفع اعلام منظمه التحرير فلسطين، يا سيده شاكيت فلسطين مش منظمه التحرير، هو اثبات على ان المساواه في الحياه المدنيه ليست المطلب وإنما المساواة الوطنية يعني على مستوى الوطن، وهذا لن يكون، تقول شاكيت، لأنه اليهودي أفضل. ناحوم برنع يكتب، وهنا أنهي فقط بما ناحوم برنع يكتب عن العلم، وبحطه العنوان يم العلم، يعني بخايفي يم العلم. وماذا يكتب؟ علم فلسطين في قلب تل أبيب، كانت هذه عناوين الصحف الإسرائيلية: الخوف، الإرهاب، الأعلام، إرهاب الأعلام، انتفاضة القماش، أين سلاح الطيران، لماذا لم نسمع صفارات الإنذار. طبعا يعني صارعت وركضت إلى الملجأ، هذا يكتب باستهزاء ناحوم برنع. ويقول تل أبيب تستطيع تحمل أنها تتحمل أعلام الدروز، أعلام مثليي الجنس، وأعلام دول معادية لليهود مثل هنغاريا يقول، وضد إسرائيل مثل الأعلام التركية، وفقط علم إسرائيل فلسطين لا يمكن استيعابه في تل أبيب. يعني هو يقول أن هذا العلم يرفع دائما بشكل دائم في حيفا وفي القدس، ترفع أعلام كافة الفصائل الفلسطينية، لكن إذا رفع في تل أبيب فهذه كارثة. كما يقول هو يستهزئ من نتنياهو ومن كل من طبعا هاجم هذا رفع العلم الفلسطيني في تل أبيب. والكاريكاتير اليوم هو بتعلق في الانتخابات، هنا نتنياهو مع ليتسمان زعيم الأحزاب الدينية. نتنياهو بقول له هنا ماسك قانون التجنيد ويقول له انتهت الأعذار، أو أنت بتوقع أو اقفز من الطائرة. وإلى هنا ونلتقي غدا إن شاء الله. شكرا كثير أستاذ فايز عباس، ونتمنى إن شاء الله دائما دوام هالابتسام اللي بنشوفها منك على طول. يسعد صباحك دائما. وإحنا بنتابع في جولتنا الصباحية، لنا وقفة خاصة مع تمارين الرياضية. المدرب يزن زهران من نادي تراي فتنس راح يعطينا بعض التمارين ممكن نشاط على الصبح. بدنا نشاط شوية طاقة وحيوية. يلا هلا بنبلش بالباور والطاقة مع يزن زهران ونادي تراي فتنس. خلونا نشوف هالتمارين مع بعض. صباح الخير مشاهدينا الأعزاء،
معكم يزن زهران تراي فتنس والكوتش ريم قرآن تراي فتنس. رح نحكي اليوم على شكل من أشكال التمرين هو التمرين الدائري. هذا التمرين بيعتمد على المحطات في التمرين، بيجمع بين تمارين الأوزان وتمارين الكارديو أو التمارين الهوائية. رح نشتغل اليوم مجموعة من هاي التمارين نعرضها عليكم. ميزة هاي التمارين انها بتنعمل في البيت، بتنعمل في الشغل، بتنعمل في أي مكان، بتحتاجش لمواد كثير. رح نعرض عليكم مجموعة من هاي التمارين وإن شاء الله أنها بتنال إعجابكم. ريم، رح نبلش بأول تمرين اللي هو البنش بريس. تمام، فل. طبعا كل تمرين بنعمل 10 تكرارات، التكرار فيها ما بيكون عالي وما بيكون واطي. 10 تكرار 10 12 بما يتناسب مع الشخص اللي بده يعمل هاي التمارين. الهدف منها تعتمد على معدل نبضات عالي واطي وعالي واطي، يعني معدل نبضات متفاوت في هاي التمرين. الهدف منها حرق الدهون، كمان يستخدم للبادي بيلدينج، للي بيشتغلوا لكمال الاجسام. بس يعني الفرق بين هاي وهاي انه انا مجموعه الكارديو بخففها. راح ابلش بنش بريس. ريم، راح اعمل جامبينج جاكس 10 مرات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. التمرين الثاني راح استخدم الدمبلز، راح اعمل سكوات بهاي الطريقه، صدري مرفوع وبدي انزل 1 طبعا 10 مرات 2 3. في هاي التمرين اهم شيء ما نضيع تكنيك التمرين، وضعيه ركبي ما بتطلع لبرا، دائما لورا ببلش الحركه من حوضي برجع لورا 1 وبنزل صدري مرفوع وبطلع، ببلش الحركه من فخادي وما ببلش ما بنزل ما بنزلش في ظهري كثير، لازم اضل اجري اللي حاملين الوزن. 9 10. بس بندخل للتمرين الثاني مباشره. طبعا في امكانيه لاخذ فتره راحه 10 ثواني، هي بالعاده بتحتاج لمسافه بعيده، مسافه الراحه بتكون في الانتقال من تمرين للتمرين الثاني. نيوب 10 مرات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. استخدم الدامبلز. التمرين الثالث راح يكون الشولدر بريس. بلش من هون، ايدي دائما اجر امامي واجر ورا عشان اخفف الضغط على الركبه، على ظهري من تحت، وكمان اضل حامي كتافي. من هون ببلش 1 2 3 4. بس 5 up 6 7 8 9. اذا كان في متوفر حبل 10. بس اذا كان في حبل بنط حبل لتكرار معين، حبل 1 او بتخيل انه معي حبل وبشتغل فيه. تمام، ميزة هذا التمرين انه سريع، انا بستخدمه لما ما بيكون عندي وقت، فبدي اخلص تمرين معين ممكن استخدمه في نفس التمرين. يعني بكون عندي كتاف، كل تمارين الكتاف بحطها ورا بعض، بشتغل جولة 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 جولة, جولة عشان اكسب وقت اسرع واحافظ على الستريس بشكل دائم على العضلة. راح ندخل لتمرين ثاني، نعمل بايسبس. ايدي من هان، صدري مرفوع، ايدي فل. 1 بثبت وبعديها بنزل، 2 بثبت وبنزل، 3 بثبت وبنزل، 4 ثبات تحت، 5 6 7. في كل التمارين لازم يكون صدري مرفوع، في عندي كير في ظهري، جسمي مشدود، راسي مرفوع، نفس باستمرار. عشرة. تمام، جامبينج جاكس. اختار التمرين الثالث، اب 4. راح اختار التمرين الرابع وتمرين الاوفر هيد بريس اللي هو الكتاف الترايسبس. من هان ببلش مع بعض، اهم شيء احافظ على النفس. 1 2 3. نفس الفكره، صدري مرفوع، ظهري، نفس باستمرار. تمام، 7
قديش 8 9 10 تحت تمام ران بركض في المحلي 10 بين هاي المجموعة لما بخلصها بختار فترة راحة لمدة دقيقة كاملة في هاي الدقيقة بشرب مي بحافظ باستمرار على شرب المي لازم أضل طول الوقت أشرب مي لما بحس حالي إنه أنا خلص صار جهد عالي علي بوقف باخذ نفس برتاح بما يتناسب معي طبعا لازم أضل شغال باستمرار من محطة لمحطة 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 بين كل محطة ومحطة أو تمرين وتمرين أو نوعية تمرين وتمرين في عندي جزئية بسيطة اللي هي تمارين الكارديو إذا أنا كنت رايح باتجاه البادي بيلدينج أو رفع الأوزان أو هاي الجزئية ما بعمل الجامبينج جاكس أو التمرين هاي بوقف ممكن أمشي للمحطة الثانية ممكن بس أكتفي في النفس لمدة 10 ثواني هي من المجموعة هاي المجموعة برجع بعيدها مرتين أو 3 مرات يعني لبين ما أخلص تمريني راح أعيد التمرين هاي من الألف يعني من البنش بريس كمان مرة نعرضها عليكم كمان مرة ريم بنش بريس طبعا إذا أنا حسيت إنه أنا بقدر أرفع أوزان أو بقدر أزيد وزن بزيد وزن ما في مشكلة 1 2 دائما مهم كثير جدا أضل محافظ على نفسي لما بحس إنه أنا لازم أشرب مي بشرب مي بس تمام نفترض إنه 10 تكرارات جامبينج جاكس 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سكوات وان اثنين ثلاث أربعة خمس جود ران اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبعة ثمانية تسعة عشرة شولدر بريس تمام طبعا وضعية إجري سواء هيك أو ببدل إجري إجر محل إجر أو جنب بعض حسب أنا شو برتاح أهم إشي النص من فوق ركبي مثنية فيش عندي ضغط على اللور باك من تحت كله تمام كله مسيطر تمام ران طبعا ترتيب التمرين أنت بتحدده في الجولة الأولى في المرة الثانية لازم تعيده الإشي اللي ممكن تختلف فيه أو مسموح لك تلعب فيه أو تغيره هو تكرار أو اللي هو الكارديو بين التمارين هاي انت بتغير مره بدك تنط حبل بدك تضلك باستمرار تنط حبل بيمشي الحال بس جامبينج جاكس بيمشي الحال ايش انت بناسبك بتعمل التمرين الثالث الرابع بايسبس صدري مرفوع 1 2 3 4 5 تمام ران اوكي اوفر هيد بريس ترايسبس طبعا هاي جزء من التمارين اللي احنا بنعملها لكل تمرين في اكثر من بديل في للكتاف في 10 تمارين 12 كل التمارين اللي بتناسبك بتمشي معك بتقدر تعملها جامبينج جاكس راحه اشربي مي تمام هاي مجموعة هاي كانت شكل من أشكال التمارين اللي نقدر نعملها سواء في البيت أو حتى في النادي أو وين مكان ما فيش حجة للتمرين في كل محل في كل مكان تقدر سواء كنت على المكتب يعني عندك فترة طويلة على الكمبيوتر ريح حالك قوم تحرك بمشي بحرك إيدي حرك مفاصلي يعني ما فيش أي حجة لأنه أنت ما تعمل رياضة في كل محل وفي أي وقت تقدر تلعب رياضة يعطيكم ألف عافية هاي كانت حلقة عن موضوع التمارين الدائرية جزء بسيط منها تقدر تعملها في أي مكان زي ما حكينا وفي أي زمان بتمنى لكم نهار سعيد ويعطيكم ألف عافية
صباح الخير من جديد. بدنا نشكر المدرب يزن زهران ونادي تراي فتنس على هذه الفقره والتمارين الرياضيه اللي اعطانا اياها. اكيد لك شويه نشاط، وعن جد فيش حجه ما نعملش رياضه، يعني كمان شوي بالفواصل لازم نوصل اول الاستوديو ونرجع هيك. رياضه مهمه كثير، ورياضه من اكثر المحطات اللي بتعطينا كمان تنفس ايجابي وبنتفششش بغيرنا. صحيح، لانه بتطرد كل الطاقه السلبيه. هنروح لغزه نتابع في جولتنا الصباحيه، وقفتنا الان مع زملائنا في غزه، تحديدا زميلتنا بيداء معمر. الحديث رح يدور عن عرض بعنوان قصف رمادي ملون. جاء هذا العرض مساء امس على انقاض مسرح او مركز المسحال الثقافي لهدمه قوات الاحتلال، وجاء هذا العرض ضمن مبادره تحسين الانشطه الثقافيه والترفيهيه للاطفال من خلال السيرك المتنقل. بيداء رح تعطينا تفاصيل اكثر. يسعد صباحك بيداء. صباح الخير بيداء، وصباح موصول لضيفك كمان صباح غزة. يسعد صباحكم علاء وفرح، ويسعد صباح كل السادة المشاهدين. يعني بالرغم من القصف الذي طال مركز سعيد المسحال الثقافي، بالرغم من كل الظروف المحيطة والسواد المحيطة أيضا، إلا أن رسالة الثقافة تستمر بتعليمات من سيادة الرئيس محمود عباس بإعادة بناء مركز سعيد المسحال على نفقة السلطة. فهذا عنوان لاستمرار وتحدي لكل من هو معادي لرسالة الثقافة. أيضا في ظل هذا المرسوم الرئاسي، أبناء شعبنا في تحديهم في استمرار الثقافة بالأنشطة الثقافية، وأيضا العروض تستمر فوق أنقاض هذا الركام، كما قلنا بعرض قصف رمادي ملون نتحدث عنه اليوم مع ضيفي الكريمين. دعوني أرحب بهم. معي علاء مطر المدير التنفيذي لقصر الثقافة الفلسطيني، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أستاذ بيضاء. ايضا الترحيب بماجد المسلمي مدير مدرسه نجوم غزه للسيرك، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك وصباح جميع المشاهدين. اهلا وسهلا. يعني ابدا معك بدايه علاء مطر، يعني اكيد يعني الخبر الذي يعني وصل للجميع يوم قصف هذا المبنى اثر علينا جميعا، كيف يتم استهداف مبنى للثقافه، ولكن انتم كنشطاء للثقافه وايضا ابناء لهذه المؤسسه ربما تستمروا في أعمالكم الثقافية، كيف كانت تمثل لكم هذه المؤسسة؟ سيد صباحك طبعا، وصباح السادة المشاهدين، وبنحب نوجه طبعا تحية لكل زمايلنا في قصر الثقافة الفلسطيني ولكل زمايلنا المثقفين طبعا في الوطن، إذا كان في غزة ولا إذا كانوا في الضفة الغربية أو وين ما كان. يعني طبعا مؤسسة سعيد المسحال كانت بتعني لنا احنا كقصر الثقافة يعني حاجة اكبر من اللي احنا بنتوقعها، وانصدمنا صدمة كبيرة طبعا ان احنا كنا مروحين الساعة 4 من المكان، خلص دوامنا وروحنا وسكر. صحيح، وسكر المسحال وهيك فجأة، واحنا في البيت يعني في حد بيقول قاعد انه ضربوا مؤسسة سعيد المسحال، في حد ضرب مؤسسة سعيد المسحال، ايش في يعني مين؟ تفاجأنا يعني، لأنه هذا مكان ما له دخل في أي حاجة، لا دخل في لا في سياسة ولا في عسكري ولا في أي حاجة لا دخل. فيعني صار عندنا هاجس، بدي أروح نشوف يعني، رحت علشان أشوف الخبر صحيح ولا مش صحيح، فانصدمت الصراحة يعني، شفت المبنى متساوي في الأرض، لسه ما كنتش شايف الفيديوهات اللي على الفيسبوك، شفت المبنى قديش كنت في حالة ذهول وصدمة. كانوا زمايلي على التليفون اللي في الوسطى واللي في النصيرات بتصلوا معايا وهيك، وانا يعني وانا هو قدامي مهدم المبنى، قاعد بقول لهم لا مش هو، مبنى جنبه، وانا يعني من كل عقلي انه مش مصدق انه هو هذا المبنى اللي احنا كيف يتم استهداف، لسه عملناش يعني ساعتين مروحين منه يعني، فجأة صار ركام، صار مساواة الارض يعني، فكانت صدمة فعلاً. كانت صدمة، فقررنا إحنا إنه إحنا لازم نمسك حالنا ولازم نكون أقوياء يعني، فقررنا إنه إحنا تاني يوم مع زمايلنا في المسحال، في إدارة المسحال، وزمايلنا في طبعاً في إدارة المكان كله، في الطوابق كلها، الأستاذ أشرف سحويل ولا فرقة العنقاء ولا عادل عبد الرحمن، كل الناس الموجودين حتى الجالية المصرية، قرروا انه ثاني يوم يعملوا مؤتمر صحفي
والمؤتمر الصحفي بعدي راح نعمل حفلة موسيقية لها دخل بأنه احنا رغم كل حاجة احنا قادرين ننهض من تحت الركام وقادرين انه احنا نكون مثال زينا زي الشهداء اللي بضحوا بأرواحهم زينا زي اللي بدافعوا عن فلسطين بس بثقافتنا وبغنانا وبدبكتنا وبتراثنا اللي احنا بنفتخر فيه وأطفالنا طبعاً اللي بتدربوا واللي بترددوا يومياً على هذا المكان هم بيفتخروا فيه. نعم أكيد. يعني السيد ألف بالفعل يعني هذه الاستمرارية وهذا الانتماء لفلسطين وخاصة أيضاً لرسالة الثقافة التي تعتبر أيضاً سلاح نتحدى بها الجميع بالانتقال لي يعني أستاذ ماجد يعني بالطبع أنه في أول يوم بقصف يعني مركز المزحال كما أشار يعني على ثاني يوم تمت الفرق المشاركة بعرض غنائي بعد العرض الغنائي كان مشاركة لكم بالأمس بعرض قصف رمادي ملون يعني هذا العنوان الذي يحمل عديد من المبادرات والأنشطة الترفيهية للأطفال وخاصة فوق أنقاض ركام ماذا يمثل هذا العنوان؟ هذا العنوان أول شيء بيمثلنا إحنا كفرقة كمدرسة نجوم غزة للسيرك مهم جدا بالأخير إحنا كثقافة لازم ننقلها للشعب بالأخير إحنا ثقافتنا لا هي بجدران ولا بطوب ثقافتنا موجودة بهويتنا الفلسطينية أكيد. لازم نحافظ عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا وهويتنا هو السبب اللي احنا اللي عايشين فيه هذا يعني ملوش ثقافة ملوش مجتمع كل المجتمعات عايشة ثقافتها فاحنا هان كان دورنا كمدرسة نجوم غزة للسيرك انه نشارك في القصف اللي صار او مش نشارك القصف نشارك في الفعاليات اللي صارت اثر قصف مركز المزحال نعم. كنا اصلا كنا في تدريب نتدرب عشان نجهز عروض للمزحال كنا ناويين يعني نازلين بعرض كفرقة نعرضها للناس على مركز على مزحال اللي هي أصلا كمسرح حاضن للشباب للموهبة فكان هنا إحنا لما جانا الخبر كان صدمة إنا كنا بنجهز عروض يعني إحنا معقول المزحال انقصف طب إحنا بنجهز عرض قاعدين عشان على مسرح مزحال وعملنا عروض قبل هيك كمان على مسرح مزحال فهل هالمكان اللي كان فيه شريط ذكرياتنا كلها مرقت هيك قدام عينينا كنتوا تترددوا على المكان اكثر من حكيد. مره كنا تدريبات كنا نحضر حتى لو ما لناش تدريبات او عروض كنا نروح نحضر العروض اللي كانت تصير في مزحال من مسرح مع ابو ياسين او من عروض مع الوفد الايطالي اللي كان يجي يعمل افلام عن غزه فكنا دائما نتردد سواء ان عروض ما لناش هذا مكان كان يعني زي بيتنا الثاني كنا نتوجه له تنحضر افلام نحضر مسلسلات مسرحيات نحضر افلام وثائقيه عن غزه نروح احنا نشارك كمان في عروض فجاه المكان هذا اللي كان يعني بيربطنا فيه لحظه انتهى يعني كل شيء فجاه كله اختفى فاحنا قلنا لا احنا كنا بنجهز عرض نعمل على مسحار راح نعمل فوق الانقاض مع ذلك مهما العرض اللي عملتوه بالامس كان يعني مخطط له قبل كان مخطط على مسرح مسحار قبل يعني الهدم فكانت هي من ضمن مبادره تحسين انشطه ثقافيه للاطفال من خلال السيرك المتنقل كان هي عباره عن مبادره بدعم من مؤسسه عبد المحسن القطان مع اشراف مع استاذ اشرف سحويل مركز غزه للثقافه والفنون تمام فانتوا قلتوا حتى لو احنا تم قصف المكان صحيح. رح نضلنا نستمر رح في نستمر. يعني تقديم هاي العروض كيف كان هذا العرض بالامس اللي انتوا قدمتوه العرض كان عليه اقبال كثير من الناس الاطفال في اطفال المنطقه لاول مره احسهم يشوفوا العرض هذا يعني هذا انه لدرجه انه كانوا يهجموا علينا بدهم يشوفونا ايش مين هذول اللي بيلعبوا ايش الرياضه الجديده هاي اول مره نشوفها مع انه السيرك كمان والسيرك وثقافه جديده علينا وحلوه وحتى يعني لقينا اقبال من ناس كبار في العمر يعني تفاجئوا مهرجين وسيرك وجمباز وباركور فهجوا يعني الناس صاروا طلعوا بلهفه وشوق للشيء هذا شيء جديد وحلو على انقاض مسرح مزحال طب هذا العرض كان حلو يعني مجرد بس عملنا 10 دقائق ربع ساعه كان فما يعني ايش كان حيصير لو يعني لو كان ساعتين وساعه ونص عرض صحيح. الفقرات كان كامله هي كان شوق الناس كانوا يسالونا طب انتوا وين عروضكم حتكون قلنا احنا للاسف كان عروضنا حيكون على مزحال بس مع ذلك ما رضيناش يعني نلغي العرض عفوا يعني هلا ماجد اكيد انه هاي العروض اللي انتم قدمتوها بالامس يعني كان عفوا يعني كان بجانبها يعني وجود الركام على الانقاض هل اثر ذلك انه بتقديمكم بكل معنوياتكم بكل ارادتكم حتى يستمر هذا العرض صراحة هو زادنا إصرار إن إحنا نستمر في تدريباتنا ونستمر على بعروضنا تنقل رسالة للعالم كله إن إحنا شعب غزة شعب بحب السلام بحب الرياضة بده يعيش أكيد. شعب بحب الحياة مش شعب لا زي ما ماخدين الناس عنا إحنا شعب تعين دمار لا إحنا نعكس رسالة للعالم
انه احنا عرضنا كان مقرر في المكان هذا، المكان هو مبني وحلو بس ما يعني فوق ما هو تهدم، لا برضه راح نستمر برسالتنا وما راح نوقف ابدا ابدا مهما صار. يعني هذا الجميل الاصرار لدى يعني ابناء شعبنا انه يكون وجود، انه احنا استمراريتنا سواء كانت الرساله مثل ما انت قلت بالالعاب الانشطيه، السيرك، السينما، المسرح، الغناء ايضا. يعني يعني سيد علاء انه بالطبع انتم في يوم القصف اللي كان يوم الاول ثاني يوم انتم قدمتوا عرض بفرقه يعني بغناء موطني وانسان، يعني هاي الرساله اللي حبيتوا انه انتم تنقلوها من خلال الغناء، كيف كانت هاي الرساله وقبول الجمهور لها؟ تمام. احنا يعني كنا بنتغلب دائما لما بدنا نرتب لحاجه زي هيك، بتعرف بتخطيط وبدها وقت. فمن ساعه ما صار القصف يعني انا شخصيا ما توصلت الا مثلا مع المشرف الفني تبع الفرقه الموسيقيه الاستاذ محمد بارود، وبعد هيك هو ما تواصل مع حدا، هو كل اولاد او الشباب اللي صار بدهم يجوا على المكان يوم الجمعه، يا كابتن احنا بدنا نيجي وبدنا نشوف ايش بدنا نسوي. هم الاولاد يعني من حالهم بدهم يغنوا، بدهم يعملوا، بدهم يتحدوا بمعنى اكبر. تمام، خاصه انهم كمان طلائع يعني مشاركين، طلائع لهم 3 سنوات بتردد على هذا المكان، احيوا حفلات على مسرح سعيد المسحال، احيوا ثقافه كامله، احيوا اغاني كانت مندثره، خاصه في المناسبات الوطنيه، خاصه في المناسبات الوطنيه. قديش احنا بديش احكي انصدمنا، لا يعني كان في عندنا روح صح متهبطه شويه، لا بس انه رزن الشباب واصرارهم على انه لا احنا بدنا نطلع يا كابتن، وبدنا نطلع وبدنا نغني موطني فوق الركام، وبدنا نحكي لكل العالم احنا دعاة سلام، احنا مش دعاة ارهاب زي ما كل العالم او بعض الناس اللي في العالم اللي قاعده بتحكي انه احنا دعاة ارهاب. لما بنحكي موطني كان في بعض الاطفال خاصه البنات الصغار كانوا كاتبين رسائل سلام، كان في عندنا نشاط اسمه رسائل السلام لناشطة السلام ريتشل كوري، كانوا كاتبين رسائل سلام، وكانوا جايين بعض الاطفال يدوروا على رسائل السلام تبعتهم اللي كتبوها اللي لقيت من مهدم عليها. ايش بتعملوا قاعدين؟ أكيد. قاعدين بندور على رسالتنا اللي كتبناها للسلام، كتبنا انه احنا بدناش قصف، وكتبنا انه احنا بدناش حرب، وكتبنا انه احنا بدناش كذا، ليش بتهدم المبنى هذا؟ ليش بنقصف مكان برعى السلام، المكان الوحيد اللي بينبع حب في غزه يعني؟ أكيد، يعني نحن شعب يعني دوما ننادي برسالة الحياة، رسالة السلام، يعني نحن شعب يعني جميعنا أبرياء ومدنيين، ليس لنا أي دخل في وجود هذه السياسة الظالمة لدى الاحتلال. يعني نتمنى كما قال يعني سيادة فخامة سيادة الرئيس بأن يتم هذا المركز بناؤه، سيتم إعادة المواهب من جديد، إعادة الفن من جديد، يعني نتمنى التوفيق في هذه المسيرة الفنية يعني كرسالة للثقافة. رسالة لسيادة الرئيس أبو مازن. طبعا أنا كنت قبل ما يصير هذا القرار كنت بحكي الثقافة فعل. أكيد. الثقافة مش بس نطلع على التلفزيون ونحكي، الثقافة مش بس قلم بتحرك وبكتب، الثقافة فعل. وأكبر فعل صار إنه سيادة الرئيس أصدر مرسوم إنه بإعادة إعمار مسرح سعيد المسحال ومبنى سعيد المسحال بمدة لا تتجاوز 7 شهور. فهو أنا بوجه له التحية لأنه هو رئيسنا ورئيس دولة فلسطين، بوجه له التحية طبعا. يعني أكيد هذه التحية موصولة من كل أبنائنا غزة، أطفال. من كل يعني مثل ما أنت أشرت الأطفال يعني بصغارها وكبارها. صحيح. أكيد هذه صحيح. التحية موصولة. شكرا لهذا الحديث الشيق معكم على مطر المدير التنفيذي لقصر الثقافة الفلسطيني، شكرا جزيلا لك، وأيضا ماجد المسلمي مدير مدرسة نجوم غزة للسيرك، ونتمنى لكم التوفيق في كل أنشطتكم والعروض الفنية القادمة إن شاء الله. يعني من هنا من هذا المكان وأيضا من كل أبناء شعبنا خاصة في المحافظات الجنوبية نوجه التحية لفخامة الرئيس محمود عباس بتبنيه لهذه الرسالة، لتبنيه لرسالة الثقافة ودعمه أيضا برسالة تحدي وصمود وإصرار بإعادة بناء مركز سعيد المسحال الثقافي. نتمنى دوما بأن
أن تستمر هذه المسيرة لتكون ذخرا للوطن. إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام هذه الفقرة، بالعودة إلى استديوهاتنا في رام الله واستكمال مشوار فلسطين هذا الصباح مع زملائي فرح وعلاء. يسعد صباحكم من جديد. يسعد صباحك يا بيداء، وإن شاء الله بنرجع بفقرة مباشرة من مبنى سعيد المسحال، وبنكون بأجواء إن شاء الله إعادة هالمكان وهالمعلم الثقافي اللي أكيد هو هوية ومركز مركز للإبداع وهويتنا الفلسطينية أكيد. صحيح. الثقافة جزء كبير منها. واسمح لي كمان أحيي شباب قطاع غزة تحديدا اللي أقاموا عرض على أنقاض المبنى. صحيح. هذا الفيديو اللي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتشر في كل العالم أنه غزة ما زالت تبث الحياة والفرح والأمل في نفوس العالم. 100% بفقراتنا مستمرين معكم مشاهدينا. امبارح كان الأول من شهر ذو الحجة من العام الهجري 1439، هالشهر الفضيل والمبارك، العشر الأيام الأوائل منه هي عشر مباركة فيها أجر كبير وطاعة كبيرة، يستحب فيها الصيام والعديد من العادات الدينية والفرائض. بهالفقرة اسمحوا لنا نرحب بسماحة الشيخ طالب السلوادي إمام مسجد سردة. يسعد صباحك. حياكم الله. يسعد صباحكم وصباح كل المشاهدين معكم عبر هذه الشاشة العظيمة الطيبة. حياكم الله. أهلا بك فضيلة الشيخ. أيوة. يعني إحنا في واحدة من إحدى مواسم الطاعة العظيمة إنجاز وصفها هذه الأيام اللي أقسم فيها سبحانه وتعالى حينما قال الفجر وليال عشر. خلينا نتحدث قليلا عن فضل الأوائل العشر الأوائل من ذي الحجة. نعم، بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني في الحديث عن يعني العشر الأوائل من ذي الحجة هي أيام عظيمة، الله عز وجل عندما يعني بارك فيها وقال جل في علاه يعني بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر، إن الله عز وجل أقسم وحلف بالليالي العشر لأنها أيام عظيمة، أيام الأصل في الإنسان المسلم أن يستغلها، أيام يعني فيها يعني يوم عظيم هو يوم عرفة، يوم عرفة والحج عرفة، فيها إذن هذه الأيام فيها مناسك الحج وأيام يقول فيها وبحقها الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أزكى ولا أعظم عند الله عز وجل من العشر الأضحى، العشر الأضحى اللي هي عشر الأوائل من ذي الحجة. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله، الجهاد يعني فريضة عظيمة جدا، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وبماله، قال وفي رواية خرج يخاطر بنفسه وبماله، قال فلم يرجع بذلك من شيء. صوروا عظم إن إنسان يعني ما أعظم الروح البشرية، إنسان بيطلع بيقدم نفسه لله عز وجل. يعني قال البعاد الأيام العشر إن إنسان خرج يجاهد في سبيل الله قال فلم يرجع، استشهد. إذن قد يعاد الأيام العشر. إذن ما هي الأيام العشر من ذي الحجة؟ إذن يعني بمعناها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا، قال فأكثروا فيهن، قال في هذه الأيام، قال لأنها أيام عظيمة أيام طيبة، فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل في هذه الأيام. قال أيام يعني الأصل في الإنسان المؤمن أن يستغلها، يعني يستغل كل لحظة نستغلها بطاعة الله عز وجل لأنها أيام فيها نفحات. قال يقال أن الله عز وجل يعني ينزل في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل في كل ليلة.